رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. مساء الخير سيدي. كذلك نسعد باستضافة السيد عبد الحفيظ كورتل المستشار القانوني لدى قناة النهار. مساء الخير سيدي. مساء الخير. بداية نستهل الحديث معك سيد الياس مرابط. اليوم امام قضية بالسابق اثارت الكثير من الجدل واليوم لا زالت تثير الكثير من الجدل، قضية المكمل الغذائي رحمة ربي. تعددت السيناريوهات والتفاصيل، ولكن في الاخير نوجد انفسنا امام قضية من نوع اخر. نجد أنه من قام بإنتاج هذا المنتج أو المكمل الغذائي يعترف ويقول بأنه ليس لديه أي شهادة كما كان يزعم من جامعة جنيف بسويسرا. في رأيكم ما تعليقكم حول هذا الموضوع بداية؟ أنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أنا نقول أنه هذه القضية في حد ذاتها، الملف هذا في حد ذاته يعني رفع الغطاء على يعني وضعيات عديده على مستوانا يعني متازمه، ونتحسر يعني وحنا كجزائريين كمواطنين كجامعيين انه نقف على هذه الهشاشه اللي موجوده على مستوى منظومات عديده، منظومه التعليم العالي والبحث العلمي، منظومه الصحه، المنظومه الصحيه، المنظومه يعني منظومه التجاره في بلادنا، وكذلك يعني غياب شبه تام للرقابه على مستويات عديده بما فيها الرقابة على مستوى البرامج الإعلامية والبث الإعلامي ولا محتويات البرامج الإعلامية، لأنه كذلك على هذا المستوى نقول أنه كان فيه يعني تساهل في إدارة هذا تسيير هذا الموضوع، وإعلاميا يعني روج وسوق هذا المنتوج وكأنه دواء معجزة لداء السكري، وهذا الشيء اللي خلق هذا الفوضى الكل على مستوى وطني. نقول انه في بداية الامر لازم نذكروا بعضنا بعض، في بداية الامر حتى واحد ما تكلم على انه مكمل غذائي، خاطر لو كان تكلم المسؤولين تكلموا ولا صاحب المشروع تكلم ولا القنوات اللي تكلمت قالت هو في شكل مكون غذائي وفقط، حتى واحد ما كان يهتم، لانه لكن هو يبقى في خانه المكملات الغذائيه وليس الدواء. اذا حكينا من الناحيه الطبيه استاذ الياس مرابط، نعم. يوجد فرق ما بين المكمل الغذائي والدواء، كفرق يعني السماء والأرض ما كانش علاقة، وحتى على مستوى التسمية نتاع مكمل غذائي فيه احترازات على مستوى وزارة التجارة حاليا، بما أنه تم تجميد العمل بالتسويق هذا المنتوج يعني مؤخرا وزارة التجارة قد دونك حتى على مستوى التسمية نتاع مكمل غذائي ولا الصفة تاع مكمل غذائي لحد الآن لم يوصل فيها نهائيا. خليني نقول أنا مانيش حاب أنا نقول للمواطن الكريم اللي يشاهد فينا، لأنه يعني هذا الموضوع أثار جدلا كبيرا، ولا العام والخاص يتكلم في الصحة، يتكلم في المنظومة الصحية، يتكلم في الدواء اللي لازم الآخر، ويتكلم في الحمية نتاع الطب نتاع المريض بالسكري، وكأننا يعني بين ليلة وضحاها الجزائري لا حاجة له في الطب العصري، لا حاجة له للطبيب، لا حاجة له للمستشفيات، وهذه هي الكارثة مع الأسف. هذه الكارثة يعني هناك خلط عدم فهم لهذه الثقافة، أنه تكون بالموازاة مع هناك استشارات طبية، خاصة تحدثنا عن داء السكري ليس بالأمر الهين، هو داء مزمن. نجد أنه حتى في الجزائر هي أصبحت تسجل إصابات كثيرة جراء هذا الدواء الداء المزمن، يعني هو داء لابد أن يكون يتزامن مع وصفة طبية مع استشارة طبية، ليس فقط كما ذكرتم بين عشية وضحاها الاستغناء عن الدواء والتوجه نحو المكملات الغذائية. في اكيد سنستكمل من ناحيه، نريد يعني الناحيه الطبيه يعني بالتفصيل، لو نتحدث عن مكمل غذائي او دواء اكيد سنقوم بنقاشه في هذا الموضوع. نعود لك او افتح معك نقاش السيد عبد الحفيظ كورتل. استمعت لتصريح من قال وادعى بانه منتج المكمل الغذائي رحمه ربي او ما يعرف بالار اتش بي، للناحيه القانونيه في أي خانة يمكن أن تصنف هذه القضية؟ قضية نصب واحتيال أم من الناحية القانونية يمكن كيف يمكن أن نعطيها تسمية لما شخص لا يجي؟ لا يمكن استباق الأمور، يعني المنطق والعقل والقانون والحياد وكل شيء حتمينا أننا ما استبقوش الأمور. أولا هذا الشخص ما هوش مشتبه فيه، لأن المشتبه فيه هو الذي يخضع لتحقيقات مصالح الأمن، لم يقدم بعد إلى النيابة، والمتهم هو الذي يقدم إلى النيابة وتحرك ضده الدعوة العمومية، وحتى المتهم يبقى بريء إلى حين صدور حكم بإدانته. إذن هذا الشخص يعني باش ما نخلطوش الأمور نبقاو في إطار كتاب قانون نفتحوه ونقراو فيه، هذا الشخص ما هو مشتبه فيه، ما هو متهم، هو إلى حد الساعة بريء. لماذا؟ لأن أولا لم تقدم ضده أي شكوى، سواء من مواطنين أو من نقابة صيادلة أو من أطباء أو من وزارة الصحة أو وزارة التجارة أو أي شخص آخر،
إلى حد الآن ما فيش ملف قضائي، هناك نقاش وهناك عملية منع لتسويق هذا المنتوج من طرف وزارة التجارة. ولكن الآن خلينا نكون أكثر واقعية، يعني احنا نسميه كل شيء باسمه طبقا للقانون، والقانون مادة جامدة طبعا. كان على وزارة التجارة قبل ما تسمح بتسويق هذا المنتوج وتمد هذا الاعتماد باش تسوق المنتوج، باش هذا الشخص يروح يصرف ملايين ولا ملايير في إعداد هذا المنتوج باش يسوقه، كان عليها أن تتأكد من هذا المنتوج، ليس تقديم الاعتماد ثم بداية تسويق المنتوج ثم بعد ذلك نوقفوك ونقولوا أعطينا المنتوج ناخذه إلى المخابر تاعنا باش نقولوا لك هذا المنتوج هذا قابل للتسويق أو لا. ما مصير آلاف الأشخاص اللي تناولوا هذا المنتوج؟ هذا السيد إذا جبته أنت غدوة للمحكمة ولا شفنا التحقيق. يعني كنا عندنا تقرير يعني كان هناك تهافت للعديد من المواطنين طبعا، لأنه هو عنده تغطية، هو الدواء هذا المكمل الغذائي هو عنده تغطية، يقول لك أنا عندي اعتماد من مصالح وزارة التجارة. إذا حتى المواطن لما يشوف بأن وزارة التجارة اللي هي أعلى هيئة في التسويق وفي المواضيع التجارية قدمت الاعتماد، هو الآن عنده أمان، لأنه هذه الجهة أعطاك الأمان، اعطات تشوفي المسؤول الاول تاع وزاره الصحه يحضر معه في ندوات صحفيه ونقدروا نقولوا يكوسيوني هذا المنتوج يعني بطريقه او باخرى، ليس مباشره ولكن مجرد الظهور يقدر يمد طمانينه ايضا في نفس المواطنين. انا ليس الدفاع عن هذا الشخص، ولكن ايضا على حسب تصريحات سابقه كان ادلى بها وقال بانه لدي شهاده من جامعه جنيف بسويسرا، لكن المكالمه التي اجريت صبيحه اليوم يعني اجريناها معه في الاول وفي الاخير فقال باني مجرد انه تلقى مواد فقط في الجامعه او ما يعرف دي موديول فقط. ولكن المشكله الان نبقى دائما في السياق القانوني، المشكله الان هل هي في الشهاده ام في المنتوج؟ ننتظر وزارة التجارة وش راح تقول في المنتوج هذا، عن طريق خبرائها، عن طريق المعدات اللي عندها، عن طريق التقنيات اللي عندها، تقول لنا وش فيه المنتوج هذا. إذا ما وصلت النتائج إلى أن المنتوج غير مطابق وأن المنتوج هذا ما فيهش وصفات باش نعالجوا هذا المرض، الآن هنا نقدر نروحوا للقانون العقوبات ونقدر نخرجوا المواد. ولكن ما لازمش نستبقوا الأمور. ماذا لو قالت وزارة التجارة بأن المنتوج هذا فيه بعض المواد التي يمكن ان تكون علاج لمرض السكري؟ ماذا لو قالت؟ اذا نكون ظلمنا هذا الشخص، لانه صعب جدا انك تكون مبتكر في الجزائر، يعني حقيقه صعب جدا حتى في العالم. انا كنت نحكي قبل لحظات قلت بان غاليني يوم قال بان الكره الارضيه مدوره قامت الدنيا ولم تقعد، ليوناردو دافنشي في ايطاليا ايضا وقع له ما وقع، هو شخص ما نقولكش مخترع ولكن متعدد المجالات. الان ممكن هذا الشخص يصلح ليكون محل متابعة بعدة تهم، ولكن في انتظار نتائج التحاليل اللي تعملها وزارة التجارة وليس جهة أخرى. نستكمل النقاش مشاهدينا، يرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة ومجاورها من مدن، ثم نعود. حان الآن الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مشاهدينا متواصلون دائما معكم عبر القناة الإخبارية في الجزائر، ودائما الحديث عن المكمل الغذائي رحمة ربي أو ما يعرف بالـ RHB. متواصلون دائما في نقاش مع ضيفي السيد إلياس مرابط رئيس النقابة الوطني لممارسي الصحة العمومية، وكذلك السيد عبد الحفيظ كورتل المستشار القانوني لدى قناة النهار. نربط الاتصال الآن على المباشر مع السيد عز الدين زمام، هو صيدلي وباحث في المراقبة الدوائية من باريس. مساء الخير سيدي. مساء النور، السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية أستاذ عز الدين زمام، نناقش قضية المخترع الجزائري الذي دعا بأنه اخترع المكمل الغذائي RHB، لكنه في الأول وفي الأخير اعترف وقال بأنه لا يحوز على أي شهادة وقام بتسويق هذا المنتج. في اعتباركم يعني وكنتم في وقت سابق قد نددتم بالمنتوج اللي قلتم بأنه تركيبته مجهولة، ما تعليقكم في هذا الأمر؟ C'est une polémique qui reflète un. Je vais traduire de l'arabien, mais. C'est une polémique qui reflète un sérieux problème qui risquerait d'entacher sérieusement la protection et la promotion de la santé publique en Algérie. Elle est d'autant plus grave lorsqu'on sait que le cadre numéro un du ministère de la Santé publique de la République algérienne, en sa qualité de premier responsable de la protection et de la promotion de la dite santé publique, tel que le prévoit le Code de la santé publique en vigueur, a participé à la médiatisation et à la promotion de ce produit en Algérie. Hein, le mouchkil, c'est que ما نهضروش على الدواء ولا الكومبليمون اليمونتير، المكمل الغذائي ولا
المشكل راهو في انه الوصيه الوزاره الوصيه elle a part... enfin, le ministère a participé à la promotion de ce produit et qui n'arrive nulle part ailleurs d'ailleurs في اي بلد اخر. المهم باش نعاود نهضر على الدواء او المكمل الغذائي. تفضل سيد عز الدين تفضل. تعيش يزيد فضلك. Tout d'abord, je tiens à apporter quelques clarifications concernant la classification de ce produit d'un point de vue réglementaire. Selon la loi 85-05 du Code de la santé publique algérien, on entend par médicament, toute substance ou composition, toute substance ou composition présentée, donc j'insiste là-dessus, présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, donc dawi ou la tmekken bach tjenneb amrad à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré chez l'homme ou chez l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leur fonction organique. Donc, il s'agit là d'une définition à deux composantes. Donc, il y a une composante par présentation, donc on dit présenter un médicament est présenté comme possédant des propriétés curatives, préventives, blabla, ainsi qu'une définition par fonction, donc pour restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques. Le mouchkil huna, Ortil Karima, c'est que le RHB tel qu'il a été présenté par monsieur Zaibot, ainsi que monsieur le ministre, qui est le responsable de la tutelle, sur des chaînes télévisées, sans pour autant les citer, rentre dans le cadre de cette définition. Le RHB a été présenté en tant que médicament. Le produit, lorsqu'il est administré chez des patients diabétiques, réduirait, je m'exprime au conditionnel, réduirait les symptômes ou quelques symptômes du diabète. Ils n'ont même pas cité le type de diabète, mais ils avaient dit clairement que ça réduirait les symptômes du diabète, tels que la polyurie, donc les allers-retours vers les toilettes, ça c'est un symptôme. Et lorsqu'on dit que l'on réduit la survenue d'un symptôme, c'est qu'on prévient ou là on restaure ou là on corrige ou là on modifie une fonction organique. Et ça rentre légalement parlant dans la réglementation algérienne, tout comme la réglementation européenne où l'EFCO للبلدان. طيب سيد عز الدين زمام، نتحدث اليوم عن منتوج مكمل غذائي وليس دواء، لأنه في فرق ما بين أن نقول دواء ونقول مكمل غذائي. تم تسويقه عبر صيدليات، بعض صيدليات الجزائر العاصمة. طيب في اعتبارك وفي اعتقادك بصفتكم صيدلي وباحث في مجال المراقبة الدوائية، ما هي أهم المعايير التي يجب اعتمادها قبل أن يتم تسويق أي منتوج طبي أو حتى مكمل غذائي من هذا النوع؟ لابد أن يمر بعدة مراحل، تكون هناك مخابر تقوم ب C'est exactement là où je voulais en venir, qui est le dawa, ou donc nous le complément alimentaire. Parce qu'il a été présenté en tant que médicament. Un médicament, pour qu'il soit enregistré, d'abord c'est un candidat médicament, mais chez dawa, hada mumkinikun dawa. Enfin, pour pouvoir le commercialiser dans un pays donné, on doit procéder à l'enregistrement de ce dernier auprès de la tutelle, donc du ministère de la Santé publique en Algérie, en soumettant un dossier d'AMM, un dossier, une autorisation de mise sur le marché, comportant plusieurs modules, cinq parties, y compris deux modules relatifs à la sécurité, donc la sécurité à la safety du médicament, à l'efficacité du médicament. Donc, إذا كان الدواء صح عنده آثار إيجابية ولا سيكوريتي معناتها إذا ما عندوش آثار سلبية. دونك هذا الشيء ما داروش، معليش قلنا ماشي دواء، يا با سوسي. Problème, c'est qu'on le définit là, pour le coup, tout dernièrement, on le définissait comme étant un complément alimentaire. Sauf que, même si c'est un complément alimentaire,
Par définition, un complément alimentaire correspond à une denrée alimentaire dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Elle me dit, c'est que j'ai regardé avant-hier une interview de ce monsieur Zaibat où il disait qu'il ne savait pas clairement quelle était la composition de son produit. Donc on n'a aucune idée sur l'efficacité. وهذا الشيء اللي يطرح العديد من التساؤلات حول هذا المنتج او المكمل الغذائي في انتظار ما ستسفر عنه قادم الايام. السيد عز الدين زمام الصيدلي والباحث في المراقبه الدوائيه كنت مباشره معنا من باريس. جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات التي قدمتها بخصوص هذا الموضوع. نعود لك مرة ثانية سيد الياس مرابط. دائما الحديث عن دواء مكمل غذائي. في تصريح سابق لوزير الصحة قال بأنه ليس دواء بل مجرد مكمل غذائي، لأن صفة الدواء تنطبق على منتوج صيدلاني يستوفي على كل الشروط التي نص عليها التنظيم. أنا نقول أنه أولا لازم نذكروا بعضنا بعض أنه في بداية الأمر علاش قلنا باللي الترويج لهذا المنتوج وهذا المادة مجهولة التركيبة لحد الآن، ترويج لهذا المنتوج وهذا المادة مجهولة التركيبة لحد الآن، رغم أنه الناس يتقول باللي جربناه وفيه يعني آثار إيجابية ونقول الحمد لله ما كانش آثار سلبية. لكن وخيمة هناك كثير من المواطنين كذلك كان عندهم نقول حالات بالطبع سلبية يعني جراء هذا الدواء أو المكمل الغذائي. اللي مقبل كنت نحب نقول هذا الشيء وقطعتيني في الكلام، ولكن تفضل. فرصة باش نزيد نأكد، المواطن الجزائري لا يشاهد فينا، احنا نقولوا كل واحد حر يدير في نفسه الشيء اللي بغى، ياكل واش يحب، يجرب واش يحب. وعديد السنوات في كل يوم كاين يعني في الاسواق، كاين في محلات تبيع اعشاب، زيوت، تبيع امور كثيره، كل واحد حر يبلع واش يحب ويستعمل لنفسه ولذاته ولكن رانا احنا نتكلموا كاطباء من منطلق قانوني، من منطلق مسؤوليتنا القانونيه ومسؤوليتنا كذلك المهنيه، لازم ننصح بالشيء اللي يفيد المريض في اطار ما تعلمناه، ما درسناه وما تعلمناه، الشيء اللي ما نعرفوش ما نتمناش نتمكنين منه ما نقدروش ننصحوا به. أنا نقول بلي أي منتوج حتى الدواء المرخص له لما يدخل كما كان يتكلم الباحث في مجال الصيدلة ويقول لا يمام مش حد يقول، حد يقول الترخيص لبيع منتوج صيدلاني، نعطيه له رخصة، الرخصة هذه تجي بعد ملف نتاع بحوث في غالب الأحيان نتاع 10 سنوات نتاع بحوث، وفي كل مرحلة نتاع البحث المخبر ولا الجهة التي تبحث لازم تقدم يعني الأدلة نتاع البحث نتاعها وتنشرها في مجلات معتمدة وتقدمها لهيئات معتمده كذلك نتاع خبراء باش تقف على الشيء اللي زدار والشيء اللي ما زدارش. وبعد لما نعطي الترخيص باش الدواء يستعمل، انا نتكلم على الدواء، لما يستعمل الدواء تبقى ما يسمى بلا فارماكو فيجيلونس، حاب يقول المراقبه الصيدلانيه لاثار الدواء، لانه ممكن بعد سنه سنتين خمس سنوات، وشفنا في الجزائر مثلا ادويات كانت تستعمل منذ اكثر من 10 سنوات 20 سنه 30 سنه تم سحبها، لانه بعد 20 سنه 10 سنوات لقينا باللي كان سبب في امراض سرطانيه، كان سبب في امراض تكون يعني اعراض جانبيه ولكن جانبية على وخيمه. دونك باش نعاود نولي لسؤالك، نقول انه في بادئ الامر الكارثه هنا راهي روجنا جهات روجت للمنتوج على انه دواء سحري لمرضى السكري، هذه هي الكارثه. لما اليوم نسمع المسؤولين على مستوى وزاره الصحه ولا جهات اخرى يقولوا باللي ما قلناش باللي دواء هو مكمل غذائي، نقولوا باللي في بدايه الامر نفس المسؤولين قالوا باللي هذا دواء للسكري، وقالوا حتى انه ممكن للمرضى بعد التناول لمده فتره معينه يقدروا حتى يستغناوا عن الانسولين، وهذه كارثه. نقول باللي لليوم يعني باش المشاهد الكريم لا يسمع فينا يتبع وكل واحد يستخلص الشيء اللي يخرج عليه، ولكن احنا للامانه لازم نقولوا هذا الشيء. مرضى الانسولين في العالم لحد الان في امريكا، في الهند، في الصين، في البلدان العربيه، في افريقيا، في كل بلدان العالم، الدواء نتاعهم اللي عندهم لو ديابيت دو تيب 1 بيقول لازم لهم الانسولين، الدواء نتاعهم هو الانسولين فقط، لانه البنكرياس الغده التي تفرز هذا الماده تاع الانسولين توقفت عن العمل ولا لا تفرز هذه الماده، اذا لازم نعوضها من جهه خارجيه عن طريق الحقن. اليوم لا ريشيرش، البحوث وراي متوجهه الى انه مثلا على مستوى الاطفال، يعني وماذا بينا نتعاونوا باش الاطفال في الجزائر مثلا يتمكنوا عن طريق الضمان الاجتماعي باش يزدر لهم ما يسمى لا بومبا انسولين، باش نهنيهم من ليزانجيكسيون اللي يوجعوهم في كل مره، دي فوا 4 خطرات 5 خطرات لازم الحقنه. الاطفال الصغار ماذا بينا نروحوا مع وزاره الصحه وزاره العمل والضمان الاجتماعي باش نوفروا لهم غراتويتمون ما يسمى بلا بومبا انسولين باش نهنيهم من الحقن.
فيه كذلك بحوث على مستوى انه الانسولين تتمد على مستوى تتمد عن طريق البخاخ ما يسمى يعني هناك عده طرق للتداوي تكون هناك معالجه. وخليني نكمل هذه برك الا كان حبي الا كان سمحي. تفضل. الامل اليوم اللي راه موجود على المستوى العلمي البحوث العلميه في كل بلدان العالم وكاين مخبرين اساسيين في امريكا في 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 ميسوري ولايه ميسوري والمخبر هذايا يترأسه استاذ في الطب تونسي الاصل تونسي امريكي الجنسيه وكذلك فيه مخبر اخر في 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 مخبر اخر في امريكا كذلك يترأسه البروفيسور دوغ ميلتون وهو ثاني عنده ابناء يداووا بالانسولين ديابيتيك يداووا بالانسولين. البحث هذا واش لوبجيكتيف نتاعو الهدف نتاعو هو الوصول الى زرع خلايا مستنسخه خلايا محوله جينيا التي تستطيع ان تفرز الانسولين في جسم الانسان. هذا هو الاسبوار يعني الامل اللي راه موجود على مستوى معالجه الداء السكري عن طريق الانسولين. طيب نعود لك مره ثانيه سيد عبد الحفيظ كورتل. بدايه كانت وزاره التجاره قد اعطت تصريح لانتاج هذا المكمل الغذائي وتم تداوله في مختلف في بعض الصيدليات في الجزائر وكل النواحي لكن المكمل الغذائي وتم تداوله في مختلف في بعض الصيدليات في الجزائر وكل النواحي لكن مؤخرا طلبت بسحبه. الان اذا تحدثنا عن وزاره التجاره هل لابد انها تفتح تحقيق بعدما تم الاستماع الى تصريح من قال وادعى بانه قام بانتاج المكمل الغذائي رحمه ربي؟ الان وزاره التجاره كيف ستتعامل مع من الناحيه القانونيه التحرك كيفاش راح يكون؟ انا نفضل نبداو مع وزاره الصحه لان وزاره الصحه انا نظن كانت راح تسوق المنتوج تحت ضمانها ولكن خافت ضغط الاطباء وضغط النقابات ما حبش تفتح ملف على نفسها ولا نافذه الضغط لانه صعب جدا ان يقبلوا. وزاره الصحه قامت بتحويل هذا الملف الى وزاره التجاره. وزاره التجاره تحت تهويل الاعلامي لانه في حمله اعلاميه رافقت هذا الشخص قبل تسويق هذا المنتوج وبعد تسويق هذا المنتوج. فيه جهات اعلاميه معينه قامت بمرافقه هذا المنتوج وهي اللي خلات الناس تقبل عليه هذا الاقبال يعني تقدر تقول 90% من قيمه هذا المنتوج هو وسائل الاعلام. فيما بعد وزارة التجارة أمام ضغط إعلامي وأمام مطالب تاع مرضى تعرفي بأن الإنسان الغارق يشد في كل شيء يعني مريض بمرض السكري تعطيه أي وصفة يقول لك أنا المهم أني المهم أنها تفيد وتقلل طبعا من... يعني هو مقبول هذا المنطق تاع هذا المريض لأنه ما يحس بالمريض إلا الأشخاص اللي عايشين معه. الآن وش وقع؟ وزارة التجارة تحت الضغط ما كانش من الممكن أنها ترفض يعني مطلب تاع مرضى حمله اعلاميه يعني من بعد نقول وزاره التجاره هي اللي عرقلت هذا المشروع هي اللي عرقلته هي اذا هي ضد صحه المواطن هذا واقع يعني نهضروا فيه. اعطات الاعتماد الان الخطا تاع وزاره التجاره تمد الاعتماد هل عملت طبقه للتنظيمات والقوانين اننا نمد الاعتماد تاع اي شخص يعرض علينا منتوج ام اننا نشوفوا هل المنتوج هذا مطابق للمواصفات ام لا؟ ممكن وزاره التجاره في بعض المنتوجات الاخرى تطلب وثائق كثيره ولكن ممكن ايضا في هذا المنتوج ما طلبت ولا شيء مثلا. يعني عدنا على المقاطعه سيد عبد الحفيظ كورتي بما انه السيد الياس مربطه متواجد معنا في هذا النقطه اذا كان هناك منتوج نقدر نقول منتوج يعني هو منتوج صحي مكمل غذائي او غير دواء يعني التجارب التي يتم اجراءها يعني قبل التسويق لهذا المنتج كيف راح تكون يعني مجرياتها على ارض الواقع؟ حتى يعني نقول بان هذا الدواء نافع ضار بامكانه ان تكون عنده اثار اثار جانبيه الى غير ذلك. شو اقبل برك للامانه العلميه البروفيسور دوغ ميلتون هو رئيس المخبر في جامعه هارفارد الامريكيه والاخر انتاجاته العلميه مدونه في لاغازيت دو هارفارد يعني تاع المجله تاع العلميه تاع الجامعه. برك بالنسبه للشيء اللي قلتيه نقول باللي كل لما نوصل الى مرحله باش نجربوا الدواء نجربوا اولا على الحيوان على الحيوان ومن بعد الفتره هذه وبعد ما نقدم كذلك ملف البحث قال انا درنا المرحله تاع التجربه على الحيوان قدموها امام لجنه خبراء معتمده ومن بعد باش يعطونا تصريح باش نروحوا نديروا تجربه على الانسان. في هذه المرحله لازم يكون اطار قانوني كذلك اللي يحمي لك حقك يحمي لي حقي انا كباحث ولا كمخبر وانت كانسان متطوع تحبي تجرب نجربوا عليك الدواء ولكن هذاك الانسان الاول اللي نجربوا عليه لازم يكون الانسان السليم صحيا ماهوش المريض ماهوش المريض. ومن بعد كي نروحوا للمرحله هذه تاع الانسان السليم نروح للاصحاء المتطوعين وننجحوا يكون فيه يعني نتائج مليحه نروحوا الى مرضى متطوعين ماشي مرضى مباشرة. نحب يقول ما على مستوى المرضى من الناحية القانونية لازم يكونوا متطوعين باللي رانا في مرحلة تجريب هذا الدواء
قبل ما نعطي له الاعتماد ونرخصوا له باش يستعمل بصفه يعني بصفه عامه. وهذه طيب. كلها مراحل لحد الان احنا مستوانا ما شفناش انها احترمت. طيب قال لك بان المراحل هذه لم تعتمد من الناحيه القانونيه لما نقدر نقول حرق اشواط وحرق مراحل للوصول. هو منطق يعني تخيل انت تاجر راح يستورد حلويات والله راح ينتج حلويات مع وزاره التجاره. يعني تخليه يسوق هذه الحلويات هكذا بدون ما راهم يشترطوا الان انك تذكر المركبات تاع هذا الماده يشترطوا كثير من البيانات وزاره التجاره شرطها ولكن لما يتعلق الامر بالمكمل الغذائي هم عارفين بانه عنده علاقه بالصحه العموميه. الان انا نتساءل انا ما لقيتش المسؤوليه كلها على هذا الشخص اللي يقدم هذا المنتوج ولكن في كل مره مسؤوليه مشتركه ما بين طبعا في كل مره نحيو مسؤوليه الدوله. انا مانيش عارف علاش في كل الملفات لما تعرض وهذا من باب الحق ومن باب القانون يعني كل شخص قام بخطوه في هذا الملف لابد ان تحدد المسؤوليه تاعو. الان انا تقدمت بملف انا غدو هذا الشخص نجيبه نسمو انا كجهه قضائيه ونقول له يقول لك انا قدمت ملفي وقدمت منتوجي وزاره التجاره اعطتني الاعتماد قالت المنتوج تاعك ما فيه ولا مشكله روح سوقه. بعد مده طيب هنا المسؤوليه على من تاع المسؤوليه مشتركه المسؤوليه مشتركه لكن بدرجات مشتركه طبعا لانه حتى نقول لك وسائل الاعلام اللي ساهمت في ادخال هذا المنتوج الى عقول الناس عندها مسؤوليه. نقول لك اذن بان وزاره التجاره اللي عملت الختم تاعها ومده الاعتماد وهي جهه رسميه انا لما نثقش في وزاره التجاره في منثق لانه انا قادر تاجر يعمل لي حلويات ناكلها وهي مخدومه بلحم الخنزير مثلا ضمان شكون الضمان انا ما نعرفش الضمان هي الرقابه تاع وزاره التجاره. اذا نفس الشيء بالنسبه لهذا المكمل الغذائي كل انسان يتحمل شوف المنتوج الشخص المنتج يتحمل مسؤوليته اللي اعطاه الاعتماد يتحمل مسؤوليته اللي قام بالترويج لهذا المنتوج يتحمل مسؤوليته ولكن دائما لازم ننتظر النتائج لانه باش نكونوا قانونيين يعني المتهم بريء حتى تثبت طبعا يعني هذه قاعده قانونيه باش نكونوا منصفين للاشخاص بما طيب. نكونوش ناس ضد الابداع ننتظر واش تقول التحاليل وبعد من بعدها نصدر احكام وتصدر تكون هناك آخر. طيب يلتحق بنا على المباشر وبعجاله سيد نور الدين بوسته رئيس فيدراليه جمعيه مرضى السكري. مساء الخير سيدي. مساء الخير اهلا بك الاخت كريمه. بدايه سيد نور الدين بوسته بصفتكم رئيس فيدراليه جمعيه مرضى السكري اهلا بك الاخت كريمه. بدايه سيد نور الدين بوسته بصفتكم رئيس فيدراليه جمعيه مرضى السكري اكيد لما سمعتم بهذا المكمل الغذائي رحمه ربي او ما يعرف بالار اتش بي هل كان لكم نقدر نقول لقاءات او اتصالات مع من قام بانتاج هذا المنتج او هذا المكمل الغذائي؟ ونرجع لتصريح كنتم قلتم وطلبتم بسحب بيع المنتوج فورا من الوكالات السياحيه من وكالات الصيدلانيه اقول عفوا مما جعل المريض يعتقد بفعاليته بصفتكم يعني المعنيين رقم واحد بهذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني أولا يعني الرحب يعني بالدكتور يعني مرابط والأخ المستشار القانوني يعني اللي راهم حاضرين في الاستوديو. باختصار سيد نور الدين بوسته لأن الوقت بدا يدهمنا عذرا منك تفضل. نعم لا شوف هي في الحقيقة احنا لحد الساعة اللي نتكلم فيها معك الأخت الكريمة ما زلنا في الحملة التوعوية والتحسيسية عند المرضى المصابين بالسكري أنكم يعني حتى ولو يعني تحصلتم على هذا المكمل الغذائي أنكم تستشروا الطبيب المعالج. لكن تسقيني أختي الكريمة أن العديد من المرضى ما زالوا يتناولون هذا المكمل الغذائي اعتقادا منهم انه شفاء لداء السكري او علاج لداء السكري. وانا نشكر يعني الدكتور طيب استاذ يعني عذرا على المقاطعه سيد نور الدين بوسته هل تم تسجيل اي حالات نقدر نقول لما تناولت هذا المنتج او المكمل الغذائي وتعرضت الى اثار جانبيه او اعراض جانبيه؟ اتحمل مسؤوليه ما اقول ان العديد من المرضى يعني دخلوا في ارتفاع حاد لنسبة السكري في الدم وانخفاض حاد لنسبة السكري في الدم جراء يعني تخليهم عن الأنسولين وعن الأقراص المضادة للسكري وتناولهم لهذا المكمل الغذائي. نحن يعني قرابة السنة ونحن نقوم بالأيام التحسيسية والتوعوية يا مرضى السكري أن هذا المنتوج هو مكمل غذائي وليس دواء. لكن الشيء اللي تأسفنا له الأخت الكريمة الشيء اللي تأسفنا له وهو الترويج لهذا المنتوج الغذائي والذي أسال يعني العديد يعني من 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 الحبر أنه يعني شافي لمرضى السكري. والشيء الثاني اللي تأسفنا له الأخت الكريمة وهو يباع في الصيدليات في علب
تشبه يعني تماما علب الأدوية مما جعل مرضى السكري يتهافتون عليه بكثرة. خاصة يعني أغتنم الفرصة عندما تكلم يعني الدكتور يعني مرابط وهو مشكور على هذه الكلمة الأطفال الصغار الأولياء تاعهم ولاو يعني في يعني سباق مع الزمن للحصول ولو على علبة واحدة للقضاء نهائيا على داء السكري. أنا أقول المسؤولية نعم مسؤولية هنا نتاع وزارة الصحة لأن عدد المصابين بالسكري يتجاوز 4 ملايين مصاب بالسكري ونحن مرضى السكري نخاف يعني على صحتنا باش ما نوقعوش في مضاعفات داء السكري. هنا طرح الكثير يعني من الأسئلة، لماذا وزارة التجارة رخصت لتسويق هذا المنتوج وعندما يعني طالبنا بسحب هذا المنتوج قالت ندي عينات ونقوم بالتحاليل فلا ربما ولا ربما لأن المريض النية نتاعو في أي حاجة يقولوا له أنه تشفي من داء السكري إلا ويتهافت عليها. فأنا نقول يعني والناشد وزارة التجارة أنها تروح إلى أبعد من هذا. شكرا لك السيد. هذا صاحب هذا المخترع واللي اليوم ومن خلال قناة النهار وهي مشكورة على هذا يعني ظهر على حقيقته. وأنا شكراً. أنا نطلب من المستمع الكريم والمشاهد الكريم أن يعرف حقيقة صاحب هذا المنتوج ونحن خدعنا أختي الكريمة. سيد عز الدين سيد نور الدين يعني بوستة يعني بكمية كبيرة يعني داخل شكراً. شكرا لك السيد نور الدين بوستة رئيس فيدرالية جمعية مرضى السكري على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها بخصوص هذا الموضوع. الشكر موصول كذلك للسيد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. كذلك أشكر سيد عبد الحفيظ كورتل المستشار القانوني لدى قناة النهار على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها بخصوص هذا الموضوع لطول النقاش حوله في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات بخصوص هذا الموضوع. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية المباشرة. نشكر لكم كرم الاستماع والمتابعة. في أمان الله.